بدأ حمد الهوني الاستعداد ديالو باش ينضم للتدريب ديال الوداد بداية من الحصة الجاية باش يستعد لمباراة ديال الديربي اللي غتلعب النهار الأربعاء الجاي بملعب البشير بالمحمدية. وتعافى الهوني من الإصابة اللي كان تعرض ليها في الماتش ديال سيمبا التنزاني في مراكش، بالإضافة لأنه تافق مع الإدارة الودادية باش يسحب الشكاية اللي كان وضعها بسبب تأخر مستحقاته المالية. الوداد الرياضي صرف جزء من المستحقات المالية ديال الهوني، خاصة وأنه ما توصلش بمنحة توقيع كاملة من الوداد، واتفقوا باش يسالي هذا الموسم على الأقل مع الوداد. الإدارة الودادية تعهدات أنها غتصرف جزء من مستحقات العالقة ديال اللاعبين في انتظار حل مشكل منع ديال التعاقدات الشتوية. كذلك غادي يتعزز صفوف الوداد الرياضي بخدمات عبد الله حيمود، وباقي كاين بعض الشكوك على أيوب العملود اللي أكدت بعض المصادر أنه يقدر يغيب الأسبوعين، وغادي يخدم طاقم طبي ديال الوداد باش يأهل اللاعب المذكور مباراة الديربي اللي غيحتاجوا فيها بزاف. وكان غاب حيمود والعملود على الماتش الفايت ديال اولمبيك اسفي. العملود والهوني وحيمود ماشي هما ثلاثه اللاعبين الوحيدين اللي غينضموا للوداد بعد الاصابه، وانما كذلك انس صرغات اللي كان معاقب بسبب الانذارات. المدرب فوزي البنزرتي عبر على استيائه من بعض اللاعبين وبين ليهم انه ما راضيش على الاداء اللي تقدم في المباريات الفايته. سيت انفو قال ان البنزرتي وفي مستودع ملابس الوداد كان طالع ليه الدم، وخصوصا على بعض اللاعبين في الدفاع وكذلك في الخط الهجومي.